الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته واقتفى أثره يوم الدين. الحمد لله جل جلاله على ما من علينا وتفضل وجاد وأكرم بأن بلغنا ختام هذا الشهر المبارك. الله سبحانه في كتابه يقول: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. التكبير يكون عند البهجة، عند الفرح، عند السرور، عند الانتصار. ونحن لله الحمد رمضان انتصرنا على الشيطان، على الهوى، على النفس. استطاع الواحد أن يصوم فرضه وشهره الذي فرض الله عز وجل صيامه في كتابه الكريم على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرم. فيفرح المؤمن ويبتهج بمثل هذا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن السنة في هذه الليلة التكبير، أن يكبر الناس ويشيعون هذا ويظهرون حتى يكون شعيرة ظاهرة للمسلمين، ولا يكتفي الناس مثلا بأجهزة التسجيل أو غيرها، بل هو يباشر التكبير، يباشر التكبير ويكبر الله عز وجل ويحقق هذا التكبير في صدره وفي قلبه وفي نفسه. والتكبير يكون بصيغة ثنائية أو يثلث، مثلا يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. وإن زاد: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ويستمرهم في التكبير حتى يعني يدخل الخطيب لصلاة العيد. أبو هريرة رضي الله عنه، عبد الله بن عمر، كانوا ينطلقون إلى السوق ويظهرون في الميادين العامة والأماكن العامة ويكبرون تذكير للناس بهذه الشعيرة، فيسمعهم الناس فيكبرون بتكبيرهم رضي الله عنه وارضهم. كذلك مسألة زكاة الفطر أنها تخرج قبل صلاة العيد، يعني من البارحة، من ليلة 29، يعني من غروب شمس يوم 28 إلى قبل صلاة العيد، تخرج عن الجميع، عن الكبير والصغير، الذكر والأنثى، والحر والعبد. واستحبها بعض العلماء أن تخرج عن الحمل كما فعل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. إدخال البهجة، إفشاء السلام، السرور، التزاور، كل هذا من مظاهر العيد. كذلك أوصي نفسي وإخواني مسألة أن يدعون الله عز وجل كثيرا بالقبول. يا إخواني، مسألة أن العبد يؤدي العبادة شيء وأن الله يتقبلها شيء تماما آخر. لذلك الشيخ ابن باز رحمه الله بكى عند قوله عز وجل في سورة البقرة، هو كان يفسر الآية: وإذ يرفع إبراهيم القواعد والبيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. يقول الآن الله يأمر إبراهيم وإسماعيل أمر مخصوص بعمل مخصوص، بناء الكعبة في مكان مخصوص، ومع هذا يسأل الله القبول. كان السلف الصحابة رضي الله عنهم يسأل الله 6 أشهر ليتقبل منهم رمضان. فيكثر الإنسان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تجاوز عنا إنك أنت الغفور الرحيم. اسأل الله القبول كثيرا إن الله يتقبل منه ومنكم. الله سبحانه قال: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من آخر، كلاهما قربا. الله سبحانه قال: قربا قربانا، هذا تقبل منه وهذا ما تقبل. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. فأنا أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من مسألة إن الواحد يدعو الله عز وجل أن يتقبل منه: ربنا تقبل منه، هذا في القرآن. كذلك لما قالت امرأة عمران: إني درت لك ما في بطني محرم فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، فاستجاب الله دعوته، قال: فتقبلها ربها بقبول حسن. فالواحد يسأل الله عز وجل القبول دائما وأبدا. كذلك مسألة الاستمرار على العمل الصالح، لن تكون في غير رمضان مثلك في رمضان، كانت الشياطين مصفدة والبيئة مهيئة، لكن إياك أن تترك العمل بالكلية. أنت في رمضان كنت تصلي التراويح 11 ركعة، الآن صل لو 3 لو 5. كنت تصوم رمضان كله، الآن صوم له 2 والخميس لو 3 أيام من كل شهر، كما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الصحابة رضي الله عنهم، كان يوصيهم بعدة وصايا، منها صيام 3 أيام من كل شهر، ومنها الوتر قبل النوم. وأسأل الله سبحانه يعيد علينا وعليكم رمضان أعوام عديدة وأزمنة مديدة، والحمد لله عز وجل على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الضلال، صلى الله وسلم على نبينا محمد.